ازيك يا غادة؟ معلش انا اسف بتعبكم معايا جدا. ياه، وانت بشايلنا حديد ومش قادرين نمشي، ايه الكلام اللي ملوش معنى ده يا مصعب؟ قول لي بقى احنا بنتعب في ايه؟ ركبنا في العربيه كرسي زياده ولا بتغرمنا بنزين عشان انت ساكن في حته واحنا ساكنين في حته؟ طب على العموم انا متشكر قوي. انت ما عندكش كل يوم غير الكلمه دي يا اخي؟ روح شوف لك حاجه جديده. دورت ما لقيتش بصراحه. يخرب عقلك يا مصعب، دمك خفيف موت. يا ماما ما تقوليش كده قدامه لحسن ياخد في نفسه قلق، محدش يقدر يكلمه. قول لي يا مصعب، هو باباك فين؟ محدش بيشوفه ليه؟ هو مسافر ولا ايه؟ لا، بابا في المستشفى مع واحد صاحبه، تعبان شويه. الحقيقه سعيد طول عمره صاحب واجب. قول لي يا مصعب، هما الثلاث بنات اللي كانوا بيزوروك في المستشفى دول قرايبك؟ لا، دول قرايب ماما. مش معقول يا مصعب، مش بقول لك دمك خفيف موت؟ يا ابني هما قرايب مامتك مش يبقوا قرايبك برضه؟ قال انت هتتجوز واحده فيهم؟ مين قال كده؟ مامتك قالت لماما. يا ريت، دول باين عليهم بنات كويسين قوي. وانت اخترت مين فيهم؟ انا ما اخترتش حد. على العموم انا مستعده اساعدك، في واحده فيهم عجباني قوي ولايقالك. مين قال لك ان انا هتجوز منها؟ انا مش هتجوز، مش هتجوز خالص اساسا. الحكايه يا محسن. حكايه ايه يا مديح؟ حكايتك انت وسعيد. اوه، انت كنت فين بالظبط؟ البي رجع. بقول لحضرتك ان البي رجع. سمعت. هو انت مش مبسوطه ولا ايه ان البي رجع؟ كنت فين يا استهاني؟ كنت عند محسن ومديح. وايه الموضوع الملح اللي خلاك تروحي لمحسن ومديحه وانت عارفه ان جوزك راجع عشان يتغدى؟ قلقت عليك. قلقت عليا ليه؟ عيل صغير انا؟ ما محسن قالك ان انا عند الراجل في المستشفى. ما انا اتصلت بالشركه، عرفت ان مفيش حد عيان اصلا. وتتصلي ليه؟ مش واثقه فيا؟ مش مصدقاني؟ هكون فين يعني؟ والشركه لازم تقولك كده لان الراجل سابها من 5 سنين. سكت يعني؟ ما تنطقي، ما تتكلمي، قولي لي اعمل ايه؟ ارجع البيت ما الاقيش مراتي واقعد لغايه دلوقتي من غير غدا. ليه من غير غدا؟ وهو فين الغدا؟ ما حضرتك رحت تزوري قرايبك وطز في اللي عايز يتغدى. ما هو الاكل جاهز في المطبخ ومبروكه موجود. يعني يعني قول لها يا مبروكه حطي الاكل هتحط الاكل. يا سلام، يا مبروكه حطي الاكل تحط الاكل، وانا كنت متجوز عشان اقعد اتغدى لوحدي زي الغراب؟ وانا اتجوزت ليه؟ اسمعي، من دلوقتي من حقي اخرج اتغدى في المطاعم، على الاقل اشوف ناس قاعدين قدامي وانا باكل. طب ما تهدي اعصابك كده وتروق وتهدي نفسك، وخمس دقايق والاكل هيبقى جاهز، مفيش مشكله خالص. الزمه ده بيت الواحد يقعد فيه؟ انا خلاص هشوف لي شقه مفروشه وادور على حد يخدمني. وادور على حد يخدمني ليه؟ انا هتجوز واحده تكون تعرف تراعي شؤون جوزها. كان حصل ايه بقى عشان ده كله؟ غديتك في ربع ساعة ودخللك بالشاي عشان تحبس، براعي شؤون جوزي انا كده؟ عداني العيب. شفتي عمال خطيبك ده كمان؟ اهو مفيش حاجه من اللي قالها دي حصل. طب يا ماما يعني فضل كان هيعمل ايه؟ ما هو قال اللي شافه. انا مش فاهمه فضل بتاعك ده بيكره بابا كده ليه؟ المره دي طلعه تاجر مخدرات، المره الجايه طلعه ايه؟ دايم عصابه؟ امال بابا كان فين بقى؟ يا بنتي يا حبيبتي، هو مش محسن خالك لما جه خد الغيارات قال لنا هو كان فين؟ ده فضل بيحلف يا ماما انه شاف بابا وفي ايديك كلبشات وطالع البوكس. يا حبيبتي الكلام ده ما يتصدقش، ده ابوكي لسه دلوقتي مبهدلني عشان جه ما لقاش الغدا جاهز، لو كان عمل العمله دي ما كانش هيقدر يرفع عينه في وشي. ده بابا لو عرف اللي بيتقال عليه ده هيبهدل الدنيا، ده انا من غزي من اللي اسمه فضل ده نفسي اقول. طب على الله. وهو فين فضل؟ ما سابني. 60 ده. اخرسي بقى.
وتلاقيه بقى راح قال لامه وكبر الموضوع، وتلاقيه مش هو اللي كبر الموضوع ده، هي اللي كبرته في دماغه. بس صبرك عليا يا نازلة، لو فتحت بقها بكلمة ما هيكفيني فيها حد. أسود حبايبي مغلبني اوعى يا قلبي. أهلا 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 يا فندم. أهلا 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 بحضرتك. اتفضل يا فندم على الترابيزة دي. مش معنى الترابيزة دي؟ عشان حضرتك قعدت عليها مرتين قبل كده يا فندم. يعني أنت لسه فاكرني؟ طبعا يا فندم فاكرك قوي قوي. يا ترى فاكر الست اللي كانت قاعدة معايا؟ طبعا يا فندم فاكرها. وهي لسه بتيجي؟ ما جاتش من ساعتها يا فندم. يعني ايه مش ناويه تيجي؟ لا يا فندم تيجي قوي. هي هتروح فين يعني؟ انت قلت لي ان صاحب المحل عارف اللي بتعمله الست دي هي والراجل اللي بيجي معاها. انا قلت لحضرتك حاجه كده؟ اشمعنى دي اللي نسيتها؟ يا فندم ده مكان محترم يا فندم. ولما هو مكان محترم ازاي تسمح لواحده زي دي تبقى زبونه المحل؟ يا فندم زي ما قلت لحضرتك ده محل عام، يعني ما يقدرش صاحب المحل يمنع دخول اي زبون يقعد يطلب اللي هو عايزه، وممكن حد غيره يدفع الحساب طالما ما فيش حد اشتكى. طب انا بقى بشتكي دلوقتي. يا فندم فين صاحب المحل؟ يا فندم فين صاحب المحل؟ يا فندم اقول لحضرتك حاجه، حضرتك ممكن تروح القسم وتعمل محضر بالقصر. اروح القسم واعمل محضر عشان يتركن زي الاف المحاضر؟ لا انا هاخد حقي بايدي. اللي تشوفه حضرتك. اسمع. نعم. امسك. لا يا فندم لا امسك. يا فندم امسك بس. شوف اللي انا عايزه منك، ساعه الست دي ما تيجي هنا تكلمني، وادي رقم التليفون. يا مسيبتي يا نازله، معقوله معقوله حبيبتي الكلام اللي انت بتقوليه ده؟ وانا من امتى كدبت عليك يا تفيه؟ ده ما كنتش لبست ونزلت مخصوص واجيلك. طيب قولي لي بقى ايه العمل؟ عمل ايه؟ اصلا مصعد ابن سعيد كان قايل على بنت من بناتي. واختار مين فيهم؟ لا ما اختارش الحقيقه، هو كان عايز يتجوز اي واحده منهم. اي واحده؟ اي واحده، هي ناهد قالت لي كده. ليه؟ هو كان لعب عيال ولا لعب عيال؟ مش لازم يقول عايز يتجوز مين فيهم؟ سلامتك يا حبيبتي. شكرا قوي، اصل انا عندي حساسيه في الجيوب دول بتوعي. المهم قولي لي هنعمل ايه في المصيبه دي؟ مصيبه؟ مصيبه ايه؟ انتوا لسه رجلكم ما جاتش في الخايه، الدور والباقي على ابني انا اللي خاطب وشبك وغرم الشيء الفلاني. معقوله؟ معقوله يبقى عندهم الفلوس دي كلها ويغرموكوا الشيء الفلاني؟ انت عارفه تاجر المخدرات ده بيكسب فلوس قد ايه؟ بص يا تفيده، انا قلت لفضل ابني والله لو حطوا في عينهم حصوه ملح ورجعوا لك كل فلوسك كان بيها. خليك مع البنت، وبيني وبينك اللي نعرفه احسن من اللي ما نعرفوش. طبعا يا روح، امال ايه؟ عندك حق. وفي يوم من الايام يعني يمكن المدعي الاشتراكي ياخد كل الفلوس دي، يبقى احنا اولى بيهم. وهو ابني موافق ابدا، راسه الف سيف لا يفض الجوازه دي. قال ايه؟ ما يشرفوش انه اتجوز بنت ابوها بيتاجر في المخدرات. اهبل، ابنك اهبل وغبي كمان. قال ايه يا اختي؟ خايف على مركزه في الوزاره. يا اختي قولي له روح كده، اللي اسمعه هو بيتكلم يفتكر وزير ولا حاجه، ما يعرفش انه حته موظف لا راح ولا جه. لا لا بقى يا تفيده بلاش الغلط، ابني مش حته موظف لا راح ولا جه، لا ده انا ابني موظف كبير قوي، ده قاعد على باب مكتبه ساعي يسد عين الشمس. يا اخت اسم الله. ساعة ايه يا حبيبتي؟ يجي ايه بس في مسعد مهندس وابن تاجر مخدرات وبيلعب بالفلوس لعب؟ الله الله، يعني انت موافقة ان مسعد يتجوز بنت من بناتك؟ طبعا يا حبيبتي، موافقش ليه؟ الا وافق طبعا، اللي تتجوز مسعد ابن تاجر المخدرات هتعيش طول عمرها بالها برتاح، رايقة طايرة كده من السعادة. اخس عليك يا تفيدة اخس، ده انا كنت فاكراكي هتقطعيهم، وكنت ناوية اخلي فضل ابني ياخد بنت من بناتك. اهدى اهدى، فضل ايه اللي ياخد بنت من بناتي؟ بس اصل انا عموما بحبك جدا ومش عايزة ازعلك. شوفي بعد ما مسعد ابن تاجر المخدرات ما يتجوز بنتي، البنتين اللي هيفضلوا بقى ادي واحدة منهم لفضل. لا يا حبيبتي لا، ما ينفعش، ابني ما ياخدش البواقي، فضل ما ياكلش لقمه حد بصله فيها. خلاص انت حر، مش مهم ياكل اللقمه دي ابدا،
بس انا عايزه اقول لك حاجه يا نازله، لما بنتي ان شاء الله هتتجوز مسعد ابن تاجر المخدرات، البنتين التانيين هيجي لهم حسان كتيره قوي، وهيبقوا متشرفين جدا انهم يبقوا عدايل ابن اكبر تاجر مخدرات في البلد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. دخلت ليه يا سعيد؟ وانا دخلت لوحدي كريم محسن وفوزي. تعالى يا ابني. ايه رايك في الباترينا يا سعيد؟ انت ناوي تجيبه محل بجد؟ انا قلت اجيب مصاريفه. اه. وانت سبت القهوة يا هوري؟ لا يا ريس، انا قررت كده ان انا اشتغل بروحين يعني لحد ما اوضب اموري. يعني ناوي تسيبها بقى؟ لا مش ناوي اسيبها يعني، بس واحده واحده عشان بس المعلم ما ازعلش مني، ده برضه مربيني. طب وانت ايه اللي زنك علينا؟ يعني بيني وبينك يا ريس، انا قررت اتجوز، فعايز اشتغل شغلانه كده اهوت واشبط فيها عشان ما اقعدش دايخ طول النهار من صباحيه ربنا لحد اخر الليل. ولا تقلق يا بوري وما تخافش، احنا هنعوضك عن البقسيس اللي فاتك. والله وانتوا ناس طيبين وقلبك ابيض، وانا حبيتكم من اول نظره بصراحه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايه البتريه دي يا احمد؟ انت اللي عاملها على ايديك ولا ايه؟ هنشرطيها يا جماعه. هنشرطيها على دماغك يا وش المصايب. الله، انت لسه فاكر يا سعيد؟ مش بيقولوا علقه تفوت ولا حد يموت. ودي حلقه، دي مصيبه كنا هنطيح فيها. اقعدوا بقى يا جماعه، اقعدوا عشان نتكلم في موضوعنا. ادينا قعدنا. في ايه بقى يا استاذ؟ لسه هتقول لي في ايه؟ ما انتوا عارفين الموضوع من اوله لاخره. ايوه يا منير، انت طلباتك ايه؟ انا طلباتي ان سعيد الليله يروح ويخلص الموضوع. وانت ايه رايك يا سعيد؟ انت بتاخد هايو؟ هي الحكايه لسه فيها يا جماعه؟ يا جماعه قدروا موقفي. اقدر موقفك ايه؟ امال انت جيت معايا عشان تضرب نفسين ليه؟ عامل فيك ايه؟ اضرب في زمارة عيالك. خلاص يا سعيد. ايه ده، انت اللي نحس. انا اللي نحس. اضرب في زمارة عيالك. خلاص يا سعيد، حقك يا ريس. مسامحين يقول ايه؟ اقعد بقى بس يا فوزي بس. خلاص يا سعيد، خلاص خلاص سعيد، انت تروح للادي تخلص الموضوع ده عشان تفضلي ونشوف هنعمل ايه في المحل ده. قوم يلا بينا. الله، وانت عايز منير معاك في ايه؟ لا لا، انا بلاش اروح الليله، كفايه احراج لحد كده. لا صح، منير عنده حق، روح لوحدك يا سعيد. ايوه، عشان تقعدوا انتوا مع بعض هنا تتكلموا وتنبسطوا، وانا اروح اتشوي في النار اللي انا رايحها. امال لو كانت وحشه كنت عملت ايه؟ لا اله الا الله. على فكره يا سعيد، في مثل بيقول عندما تطفئ الانوار تتساوى نساء العالم. الا دي منير، هسالك سؤال تجاوبني بصراحه، انت اتجوزتها ليه؟ كان عليك فلوس لابوها لامها؟ اتجوزتها تخريص حق؟ يا بها واد، صدقوني النسوان دول لا بالحلاوه ولا بالوحاشه، اسالوني انا، دول عالم تاني. انت مش كنت قلت لي انك عايز تتجوز؟ عرفت الستات ازاي؟ اصل لا مؤاخذه انا اتجوزت 3 مرات بعد المرحومه مراتي الاولانيه. الست دي ما كانتش حلوه، لكن صدقوني لا مؤاخذه انا ما فيش حد دخل مزاجي ولا ظبطني قد الست دي. جيت على الجرح يا ابني يا بوري. انا عليا النعمه، واد بوري ده استاذ صنف الحريم. يا اخويا عشان كلامه جه على الطبطاب بالنسبه لي. انت مالك انت؟ ما عندكش خبره انت خالص. انت ما عرفتش حد الا مراتك، كنا ما نعرفش نقول عدس. يا عم بلا عدس بلا فول بقى. عارفين يا جماعه القعده دي ناقصها ايه؟ عارف يا اخويا، ناقصها جوزك مش كده؟ عفارم عليك يا ابو حميد. بس مش في وجودي. اوف. السلام عليكم. بالتوفيق يا سعيد. انتوا اصحاب انتوا. ما حدش يرد على التليفون، انا اللي هرد، انا اللي هرد. الو، ايوه يا منير. ها لقيته خلاص جاي في السكه. طيب طيب يا منير، خلاص خلاص بعدين نتكلم. يلا بعدين، عايزه ازوق واعمل حاجات كتير. يلا مش فاضيه. يا الهام يا الهام يا الهام. بصي يا الهام، يلا تعالي بسرعه، زوقيني زوقيني وضعوني. يلا يلا بسرعه يا الهام. العكر. وبعدين بقى معاكي يا عمتي. الله، انت عايزه تسوقي سمعتي قدام جوزي ولا ايه؟ ارجوك يا عمتي ارجوك، بلاش الكلام ده النهارده بس. ليه يا حبيبتي؟ هو مش ليه عينين؟ امال هرب منك ليه من ساعه ما كتب عليكي؟ صحيح،
طب ده انا يا ماما النهارده هزوقها وهخليها لك زي القمر. ربنا يخليكي يا الهام، ربنا يخليكي يا حبيبتي. ميرسي، عمري ما هنسالك الجميل ده الهام والله. بصي، اذا ما جاش الليلادي وهرب برضو انا مش هدخله بيتي خالص. اه المساله مش خايله كدابه داخل خارج كده والناس مش عارفه ده مين. الناس تقول علينا ايه بقى؟ هما مين دول اللي يقول؟ محدش ينطق يتكلم ولا ينطق بكلمه واحده، ده انا خازق عينيهم. الله، وبعدين ده جوزي، جوزي على سنة الله ورسوله جوزي. يا بنتي خرمتي لي انا وداني. يا ساتر، والناس هتعرف منين؟ هتعلقي يافطه فوق ضهرك؟ على رأي المثل اللي ما يعرفش يقول عدس. منسى اربع المليون، عارفين ليه؟ ليه؟ عشان يعرف مين صديقها. خد عقلك يا ابويا، بتجيب النكت البايخه دي منين يعني؟ من زمان الخفاف الحلوين اللي زيكم. انت اكيد كنت شغال في غرزه قبل ما تشتغل في قهوه. والله فوزي بيه انا اشتغلت حاجات كتيره قوي. لقمه العيش ما تخليكش عارف مين اللي حلو ومين اللي وحش. قوم اعمل لي قهوه بسرعه. حاضر يا باشا. بقول لكم ايه يا جماعه؟ اتصل بسعيد اطمن عليه. ليه يا منير؟ ما تسيبه بقى، ما توتروش. هو البيت فين؟ بعيد قوي، انا خايف عليه احسن يتوه، دي اول مره اروح لوحده. انت مالك قلقان كده ليه؟ عايز اخلص يا محسن، عايز اخلص. ايوه سعيد، انت فين دلوقتي؟ انا في الشارع، في الشارع مروح على البيت. مش هقدر يا منير. سعيد رجع في كلامه يا جماعه. ايه ده كلام معقوله؟ ادهولي ادهولي. الو، ايوه سعيد، احنا مش اتفقنا يا اخي؟ طب اهدى اهدى بس كده وصلي على النبي. يعني ايه مش قادر؟ انت عايز منير يا نهار؟ فين واجب الصداقه يا اخي؟ طيب طيب استنى استنى، انا جاي لك. قول لي انت فين بالظبط. طيب ما تتحركش من مكانك، مسافه السكه هكون عندك. قال لك ايه؟ قال لك ايه؟ استنى، قال لك ايه؟ مش راضي، تعالوا نروح. يلا بينا، يلا بينا. اجيب لك عيش وحلاوه يا الهام.
ايوه روح افتح الباب يمكن المخفي. حاضر. مساء الخير يا استاذ سعيد. اتفضل. مساء الخير. دي فوتنا مستنيه حضرتك على نار. مساء الخير يا هاني. الهام. نعم. اقفلي الباب بالمفتاح احسن يهرب تاني. ليه؟ هو انا هبات هنا؟ تبات هنا ده ايه؟ هي لوكاندا؟ انت بعد الدخله تاخد بعضك وتمشي، ويا ريت ما توريناش وشك تاني. يعني يا ريت ما اوريكوش وشي من دلوقتي احسن. احنا هنلعب بقى حوريني يا كيكا؟ يلا بقى خلينا نخلص من وجع الدماغ ده والبنت ترجع بيتها وجوزها. حاضر حاضر، اي اوامر تانية يعني؟ لا مش عايزين، انا بقى اتفضل ادخل جوه. يلا. هو واقف كده ليه؟ يا ترى مين اللي هيجي لنا ده دلوقتي؟ تحبي افتح اشوف مين؟ لا ما تفتحش، انت عايز تهرب تاني ولا ايه؟ روح انت يا الهام افتح الباب. حاضر. بس بص من العين السحريه الاول. حاضر. ده منير يا ماما. وده جاي عايز ايه؟ ايه ما تفتحلوش، اساليه من ورا الباب. عايز ايه يا ابي منير؟ سعيد ناسي الكيس اللي فيه البيجامه والغلاف بتاعه. اصل بصراحه ماما قالت ان انت ما تخشش. هو دخل عند فوتنا؟ لا لسه. افتح الباب اديله الكيس بسرعه وقفيني تاني. افتح يا ماما. افتحي له، خدوا منه الكيس واقفله في وش الباب. حاضر. رايح فين؟ اطمن عليه. لا ممنوع. اطمن. لا ربنا يوفق فصيلته يا رب. خد يا ماما. عنك يا هاني بدل ما تعبي نفسك. انت واقف هنا بتعمل ايه؟ مستني البيجامه. خد المصايب دي. استغفر الله العظيم. ادخل. ما تدخل. مساء الخير. مساء النور. ما تقفل الباب. ايه ده؟ اقفل الباب بالمفتاح. ليه؟ ما كده كويس يعني. كويس ازاي؟ انت ناسي ان عمتي وبنتها معانا في البيت. معقول برضه؟ يلا اقفل الباب بالمفتاح. عامل ايه فوق؟ كله تمام التمام. يعني العصفور دخل القفص. طب يلا بينا يا جماعه. نستنى شويه، نستنى شويه. ايه انت خايف من ايه؟ ما هو هيفتكر ان احنا واقفين تحت. ليه؟ هو هيبات فوق؟ لا 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 ما اعتقدش، سعيد عمره ما يبات بره بيته. ما هو بات قبل كده يا عم في التخشيبه. يا عم دي كان لها ظروفها. طيب ها وهتعملوا ايه دلوقتي؟ انا بقول نرجع المحل احسن. انا هاجي معاك، انا مش هاجي نوم الليله يا جماعه. لا 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 انا عندي شغل بدري مش هقدر اسهر اكتر من كده. وانا كمان رايح احاسب البوري. بقول لك ايه يا احمد؟ نعم. ما قلتليش المحل ده بيكسب كام في اليوم؟ يو انت كمان يا شيخ. استنى يا سعيد، يعني انت هتجري تروح فين؟ ها؟ ما هو يفتح معايا. يا ابني استنى، استنى بس يا سعيد، مش كده هديك حيلة. انت كمان حيلك حيلة وهيتعب. هناخد ايه بقى؟ هناخد ايه؟ بس استنى بس يا سعيد. كده اهو؟ انت كل مرة تضحك عليا. لا 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 ابدا، خلاص. اديني بس فرصة اطلع الكيس من البيجامة. كيس من البيجامة؟ قصدي البيجامة من الكيس. طيب يلا بسرعة بقى بسرعة. حاضر. أقوم أشوف مين؟ لا استنى أنت، أنا اللي هشوف مين. مين؟ الساعة داخلة على 12 وأنتوا قاعدين تتدلعوا وتهزروا؟ خلاص يا عمتي خلاص، بيغير هدومه أهو. بيلبس؟ لا بيقلع. يا أختي بلا دلع. عمتي يا عمتي لو كان منير ما تفتحلوش يا عمتي. ليه؟ ليه بس؟ يعني ما نشوف ايه اللي خلي منير يرجع تاني. هو هيسيبنا الليله دي؟ ده اكيد مش هينام. للدرجه دي بيحبك؟ الا بيحبني ده بيموت فيا، بيموت في التراب اللي بمشي عليه. كل ما بسمع الكلام ده بقول الله يخرب بيتك يا منير،
وبتمنى اجيب له مستشفى الامراض العقليه عشان ياخدوه. احنا هنضيع الوقت في الكلام؟ يا اختي هما معايلينها كده ليه؟ والواحد قصير ومش شايف. شوف يا منير انا مش هفتح لك تاني. انا مش هفضل طول الليل شغاله بوابه ليك انت وصاحبك. يا حماتي انا كمال. يا حماتي منير مين بس؟ كمال انت جيت؟ الهام كمال جوزك جه. كمال طب ما تفتحي، هما مستنيه ايه؟ وهنعمل ايه في البلوه اللي جوه؟ الله ده لسه راجع من السفر، هنفضل سايبين واقف على الباب كده يا ماما؟ انا هفتح له. لا استني كده، استني، انت مالوفه كده ليه؟ مش لما نعرف الاول هنقول له ايه؟ نقول له ايه في ايه يا ماما؟ ما هو جوزها. جوزها ايه؟ المنيل على عينه منير هو اللي جوزها. يا حبيبتي يا ماما لو فضلنا سايبينه على الباب واقف كده هيشك. طب انا بقول لك ايه؟ احنا ندخله وانت تاخديه على الاوضه على طول، وما تخليهوش يخرج منها الا لما انا اجي لك. ماشي يلا خش انت. إيه طيب يا كمال. طيب يا حبيبي طيب. اها اتفضل. وحشتيني وحشتيني قوي يا حماتي. وانت كمان وحشتيني خالص. اهلا وسهلا نورت. انتي ايه؟ انتوا مش عايزين تفتحوا لي ولا ايه؟ لا ابدا. ازاي يعني مش عاوزين نفتح لك؟ بس اصل احنا كنا قافلين الباب بالمفتاح. اصلا انا قاعده والهام لوحدنا فبنخاف فبنقفل الباب بالمفتاح. ولا يهمك يا حماتي، المهم ان انتوا وحشيني قوي والهام كمان وحشتني قوي. هي فين؟ يا الهام. الهام كمال الحمد لله على السلامه. وحشتني قوي. وانت كمان قوي قوي. مش عايز اقول لك كان نفسي قد ايه اكون معاك. انا مش فاهمه انت هتفضلوا واقفين كده وانتوا وحشين بعض. تعالى الهام شيل الشنطه. حاضر يا ماما. خليها بس انا هشيلها بعدين، تقيله عليك. طيب شيلوها انتوا الاثنين مع بعض، وانت تخش تريح كده وتغير هدومك عقبال انا ما احضر لك لقمه تاكلها. ما تتعبيش نفسك، انا اكلت في الطياره. واكل الطياره ده اكل. احنا نخش نريح جوه شويه. تلاقيك تعبان من السفر. ولا تعبان ولا حاجه، ده انا نايم طول الرحله. طب بس تعالى معايا نشيل الشنط. يوه لسه عناديه زي ما انت. يلا اهلا اهلا نورت وانست. اهلا اهلا. مش عارفة هعمل ايه في البلوة اللي جوه عندي. اما انا بقى جبتلك شوية حاجات لكن هتعجبك قوي. يا حبيبي انا كل اللي يهمني انت بس. قول يا كمال، هو انت مش كنت قايل ان انت هتيجي اول الشهر؟ انا اول لما لقيت حجز في الطيارة النهاردة رجعتلك على طول. وهتسافر تاني امتى؟ بيني وبينك مش عارف، انا بفكر مرجعش تاني. شغل صعب قوي والجو هناك حر قوي. الله ايه الخبط اللي بره ده؟ دي ماما فوتنا. ماما بتقول لفوتنا. هي فوتنا هنا؟ اصلها زعلانه شويه مع منير. يوه هما لسه بيتخانقوا مع بعض. فوتنا فوتنا رد عليا. في ايه بس يا عماتي؟ الساعه لسه ما جاتش واحده. يا بنتي وطي صوتك، بلا واحده بلا اتنين، افتح الباب. طب استني بس يا عماتي شويه. يا بنتي افتح الباب لحسن ثلاثه بالله العظيم، ان ما فتحتيه لنا كسراه. في ايه؟ الساعة لسه ما جاتش 12 وربع. يلا يا بنتي بسرعة، قولي للشملولي اللي عندك يغير هدومه ويتطرق لحسن كمال جوز بنتي رجع. وايه يعني لما كمال جوز بنتك رجع؟ يا بنتي كمال ما يعرفش اللي حصل. خلي المنيل على عينه يمشي لحسن هتحصل مشكلة. أنا هبقى أفهمه. يا بنتي مش هيفهم دلوقتي، أنا هبقى أفهمه واحدة واحدة. خليه يغير هدومه ويمشي لحسن بعدين كمال يحس بيه. لا بقى، سعيد مش هيمشي. يعني ايه يا بنتي؟ يعني انا ما صدقت اتلايمت عليه. لا انت عايزه ايه؟ تخربي بيت بنتي؟ لا ده انا طربقها فوق نافوخك ونافوخه. لا يا هاني مفيش داعي تطربقي الدنيا فوق دماغ حد، اديني فرصه بس اغير هدومي. لا يا سعيد انت مش هتخرب. شو وطي صوتك، انت مش سامعه عمتك. ولا يهمك. هو ايه اللي ولا يهمه؟ ازاي؟ هو ايه اللي ولا يهمه؟ انت يا بنتي عايزه تخلي يحصل في البيت مصيبه؟ ده لو كمال شافه هيقطعه حتت. لا انا مش مستغني عن نفسي، انا ماشي. يمي طب اياك حد يمس شعره منك وشوف بقى هو ايه اللي بيحصل بره ده. ده اكيد ماما بتزعق لفوتنا. بس دول بيتكلموا عن واحد. مين ده؟ هيكون مين يعني؟ اكيد منير. هو انت مش بتقولي لي ان فوتنا ومنير زعلانين مع بعض؟ ولا يهمك. ما بيحبوا بعض قد ايه وما بيقدروش يستغنوا عن بعض. هو منير بره؟ لا ايوه مش عارفه. يعني ايه مش عارفه؟ لا 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 الصوت اللي بره ده مش هو صوت منير. حبيبي يا جمال ما تخلينا في حالنا.
يعني ايه خلينا في حالنا؟ انا لازم اعرف ايه اللي بيحصل بره. كمان يا حبيبي، مش انت كنت بتقول ان انا وحشتك؟ انت مش هتخرج من هنا غير على جثتي. حوش المجنونه دي، وطي حسك لحسن جوز بنتي يسمعك. قولي لي اعمل ايه؟ انت مش هتخرج، يعني مش هتخرج يا ست. سيبيه يروح في 60 داهيه، انت عايز تودينا في مصيبه. اوعي بقى، اوعي من قدامي بقولك. تمام، ما تخرجش دلوقتي عشان خاطر. انت مين؟ انت اللي مين؟ الو، ايوه يا ابله. يا سيدي بلا ابله بلا نيله، تعال شوف المصيبه اللي انت وقعتنا فيها. كمال جزء الهم وصل ومش مصدق ان هو جوزها. تعال بسرعه فهمه. انا عايز اعرف انت مين وايه اللي دخلك الشقه في وقت زي ده. انا ما دخلتش، هم اللي دخلوني وانت دخلت علينا. نعم يا اخويا، هم مين دول؟ فوتنا وعمتها وبنت عمتها. هلا هلا بقى كده حماتي. لا 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 لا، ما يصحش تكلم حماتك بالطريقه دي يا استاذ. اسمك ايه؟ وانت مالك انت ومال اسمي دلوقتي؟ يعني عشان اما اكلم حضرتك اكلمك باسمك احتراما ليك يعني. يا اخويا قول له اسمك وخلصنا. اسمي كمان؟ نعم. عايز تقول ايه؟ عايز يقول لك ان انا مراته على سيره الله ورسوله. وفين اللي يثبت الكلام ده؟ اللي يثبت، اللي هقول لك، اللي يثبت قسمت الجواز. ايوه قسمت الجواز، بس هي لسه ما طلعتش، ولا يمكن تكون مع منير. لا يا اختي الكلام ده انا ما بفهموش. انا عايز اشوف ورقه رسميه بتقول انك متجوزه من الشخص ده. لا عيب، عيب تقول عليها شخص يا استاذ جلال. كمال، كمال انا موظف كبير ومحترم. وفي موظف كبير ومحترم يعمل عملك السودا دي؟ انت ما تعرفش حاجه في الدنيا، في اكبر مني بيعملوا نفس الحاجات دي ومش على سنه الله ورسوله. لا بقى يا محترم يا كبير، ده ما اسمه انحراف وفساد. انت على طول محموق كده يا استاذ جلال. كمال، انت عايز نرجع من السفر ولا راجل غريب زيك خارج من اوضه بنت خال مراتي؟ واعمل ايه، ارقص له ولا ابقى بارد؟ يا كمال والله العظيم دول متجوزين، والله متجوزين. فين اللي يثبت؟ هو انت اللي طالع عليك اللي يثبت اللي يثبت؟ طب احنا هنثبت لك ازاي؟ وبعدين انت مالك؟ هو يعني كان طالع من اوضه مراتك؟ اه، ما ده اللي كان ناقص كمان يا حماتي، شفتم؟ يبقى مش متجوزها. طب اهو منير جاي كمان شويه وهيفهمك، اظن ده مش هتصدقه كمان. لا يا اختي، انا ما افهمش غير الاوراق الرسميه. الاوراق الا والله العظيم، والله العظيم اروح القسم واعمل لكم محضر. لا 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 لا، مفيش داعي يا استاذ جلال. يطفي النور. مش حاطط الحزام ليه؟ معلش، اصل عندي مشكله وجاي احلها. مشكله حياتك لما تتعرض للخطر، هي دي اكبر مشكله. انا متاسف جدا، مش هعمل كده تاني. اديني رخص. اركن على جنب شويه لو سمحت. هو ده وقته يا رب؟ بس يعني جوزها ما جاش لحد دلوقتي؟ ما جوزها قدامك اهو. انا بتكلم عن جوزها الحقيقي. ما هو ده جوزي الحقيقي. منير يبقى طليقي مش جوزي؟ اهو انت كده عطلتنا على الفاضي. قال يا قاعدين يكفيكوا شر الجايين. انت يا ابني مش قلت ان انت جاي اخر الشهر؟ طبعا، ما انا جيت عكننت عليكم، ما انتوا عاملينها سلطه. سلطه؟ احفظ عجبك. معاكي حق يا ابله. ايه يا ابله دي انت راخ؟ هو غلطان طبعا. ايه تقول لهم سلطه دي؟ دول مهما كنا سايبك انت تخرس خالص، مش عايز اسمع صوتك. اشكرك لو سمحت لي ان انا انسحب في هدوء يعني. لا بقى اسمعها تهرب، انت فاكرها ايه؟ بالبساطه دي؟ لا، انت المره دي مش هتفلت مني ابدا، خلي بالك. اسمع لما اقول لك، انت تاخدها دلوقتي حالا وتنزل تروح تقعدوا في اي لوكاندا. ازاي بس؟ من غير اسيم الجواز؟ شفتم؟ يبقى مش متجوزها. ده انا هوديكوا في 60 داهيه. مين عارف؟ مين عارف ايه اللي كان بيحصل تاني وانا مسافر؟ لا عيب كده، انا ما اسمحلكش. يا شيخه تنيلي، انت ليكي عين تسمحي لي ولا ما تسمحليش؟ لا انت زودتها قوي. وانت ما زودتهاش، بس كل شويه ابعت لنا فلوس، ابعت لنا فلوس، تلاقيكي كنت بتاخدي فلوسي تصرفيها على انطاع. يخرب بيتك، انت سافل وقليل الادب. وانت ما تربيتيش واطيه. بتشتمني يا واطيه تربيه الحوار يا حافي. انا حافي يا حقيره مستهتره؟ انت فعلا ما ينفعش تعيشي مع راجل محترم، انت طالق. بتطلعني كمان؟ عاجبكوا كده؟ اهو بيت بنت اتخرب. ليه كده يا استاذ جلال؟ يلا هلو هلو كمان، تلاقي واحد من الانطاع اللي عماله تصرفي عليهم.
حمد لله على السلامة يا كمال. في ايه؟ ايه اللي حصل؟ يعني مش عارف ايه اللي حصل يا سابة. منير، هي ورقة الجواز فين؟ ورقة الجواز معايا اهي اهي. شفت؟ شفت بقى عشان تصدق، عشان تصدق وتعمل ان انا فعلا متجوزة سعيد. سعيد؟ سعيد الحق سعيد هلك الحق يا سعيد. جايبها امتى؟ بعد خراب مالطة؟ حد يدخل الكمين بالسرعه دي؟ معلش انا متاسف جدا يعني معلش. ومش رابط الحزام كمان؟ اخر مره. هو انت تاني؟ طب اتفضل يا حبيبي على جنب شويه، اتفضل. عاجبك كده؟ عشان تتحمق قوي وتقل ادبك علينا. خساره فيك مراتك الطاهره الشريفه تقول عليها الكلام ده، دي ضفرها برقبتك. خلاص بقى يا حماتي حقك عليا. انا ما كنتش عارف اعمل ايه يعني، ما كنتش فاهم اي حاجه. ليه؟ ما انت كنتش مصدقني وكمان طلقتني. ما انت راجل دون. وانا اقولها ما تتجوزهوش يا بنتي، ده ما ينفعكيش. طول اللي بحبه يا ماما. خلاص بقى يا حماتي حقك عليا، وادي راسك اهو. ابعد عني، ابعد عني. الحماتي قال يقبح ويصبح. يا الهام احضرينا بقى، تزعليش مني، سامحيني، وادي راسك اهو. اوعى كده، ما بكلمكش. اوعى كده، ما بكلمكش. هو ده اللي انت قدرت عليه؟ علشان خاطر يا حماد سامحيني، وانا من هنا ورايح من ايدك دي لايدك دي. المهم بقى ان الهام ترضى عني. وبعد كل اللي انت عملته ده متشامل بقى وجايب لنا ايه؟ يلا بسرعه عشان نلحق. ايه يا غاده في ايه؟ هو مصعد اتاخر ليه؟ زبانه جاي يركب. ركب مصعد. على فين يا حبيبي؟ احنا مستنيين. لا لا اتفضلوا انتوا. هو انت مش رايح الكليه ولا ايه؟ لا رايح بس مش دلوقتي يعني. وما رايح فين؟ هشتري شويه حاجات. خلاص نوصلك. لا لا متشكر. لا متشكر في ايه؟ ايه مش عايز تركب معانا؟ ايه يا اولاد اللي حصل فيه ايه؟ ولا حاجه، هشتري حاجات وبعدين بروح الكليه. ايه انت مش عندك محاضره دلوقتي؟ اتلغت. اكيد زعلتي في حاجه يا غاده. يا بنتي افهميني، أمي خلاص ماتت، يعني خلاص انتهت من الدنيا. لا بقت ليها عندنا حاجة ولا احنا لينا عندها أي حاجة. أمال فين الإخلاص يا بابا؟ فين الذكرى اللي تشبعك وتخليك ما تقدرش تبص لواحدة تاني؟ يا بنت اللي بتقوليه ده كلام فارغ، لا حيريحها في تربتها ولا حيريحني أنا دلوقت. الدكتور قال لي علاجك إنك تتجوز، هتفهمي احسن من الدكتور يا ناهد؟ ده دكتور ما عندوش ولا رحمه ولا شفقه. انت عارف الدكتور ده مامته اتجوزت بعد بابا ما مات على طول، عشان كده بينتقم من كل الستات الميتين عايز يجوز جوازهم. صدقني يا بابا. طب انا صح ولا غلط؟ ما اعرفش. ما تعرفش يعني ايه؟ يعني تروح تتعالج عند دكتور ما تعرفش عنده اي حاجه يا بابا؟ خلاص المره الجايه ما اروح لدكتور هعمل له فيزيو تشبيه. طب انا اعمل لك ايه دلوقتي؟ ما هو انت مش راضي تتجوز تفيده. طيب اعوذ بالله، انت عايز تنتقمي مني يا بابا؟ صدقني مش هينفع غير تفيده، هي دي الوحيده اللي اقدر اطمن عليك معاها. بالعكس تفيده دي ما تطمنش ابدا. طب انا اعمل ايه دلوقتي؟ تكونش اقول لك انا على حد احنا نسيناه. هو ده افتكرتك اهو. ما هو دي الوحدة اللي انا جاي عشانها. انت عارف مين؟ نازلة. نازلة؟ اعوذ بالله. طب بتفيدة ارحم منها.
طب يا بابا انا مش عارفه انت عايز تتجوز مين دلوقتي. سميره. لا كله الا سميره. ليه مالها؟ ده يبقى اخر يوم في عمري لو اتجوزتها. انا بقولك اهو يا بابا. هي ايه الحكايه بالظبط؟